طب حضرتك على حاجه بقى، وجودي مع شيرين في شغلها اللي الناس شايفاها او اي حد شايف انها بتقلل مني، ده شرف كبير ليا. انا بقول لحضرتك لو انا فنان وبشتغل ومراتي عندها محل فول وعندها مشكله في محل الفول بتاعها، هسيب الفن بتاعي وهنزل اقف في محل الفول يا بتاعها. عيني عليك يا سيدي، هتعمل لنا مشاكل انت مع الستات النهارده. لا والله العظيم انا بتكلم بجد، هي دي الحقيقه. انا بحب الست دي وهي صاحبتي من قبل ما نتجوز، وبعمل معاها كده من قبل ما نتجوز، وهي بتعمل معايا كده من قبل ما نتجوز. شيرين غنت معايا اغنيه دوات، وانا كان بقالي 8 سنين ما بغنيش علشان خاطر ترجعني قدام الناس بسبورت كبير قبل ما يبقى في بينا اي حب او اي قصه او اي حاجه، كنا اصدقاء فقط. وهي فنانه اسم كبير جدا، كانت ممكن تروح تعمل دويتو مع 10 فنان في العالم، مش هقول لك 10 فنان في مصر، لكن هي اختارت واحد بقاله 8 سنين ما بيغنيش تديله السبورت انه ارجع. يبقى هو ده الشخص اللي عايز يخليني ما اطلعش؟ هو ده الشخص اللي عايز يقضي عليا وعلى مستقبلي؟ لا. على فكره شيرين على كل حاجه انا بعملها كانت بتقعد تقول لي تعالى تعالى بروفيشنال، انت لو انت خلصت لي دي، لو عملت حاجه انت تحقق ان انت تاخد. قلت لها اسف، دور زوجك انه يزود فلوسك مش ينقصها.